اليوم عندنا موضوع حلو، اتمنى انه ما يكون فيه خربان بيوت. نتمنى يعني احنا عمرنا ما بيكون قصدنا ان نصطاد بالمي العكره، بس صراحه استوحينا الموضوع من مسلسل جديد تقدروا تتابعوه على منصة شاهد اسمه الليلة وما فيها، عم بنحكي عنه كتير. مسلسل مكون من 6 حلقات بطولة زينة ومجموعة من الممثلين نجوم للدراما المصرية. احنا اخذنا مشهد من المشاهد صحنا الدوشة؟ مزبوط رهوف، اللي هو انه حماتها كان معاها مفتاح بيتها وهي اعترضت على هذه الفكرة. بالإضافة إلى ذلك في إعلامية اسمها ياسمين عز. أوكي. هاي الإعلامية مؤخرا أصدرت تصريح مثير للجدل، قالت إنه مفتاح بيتك يكون مع حماكي مع حماتك ده أمان ليكي. وقالت قولي حاضر ونعم هي بتريح، وسيبيها تفتش دولابك هي مش حتشوف لبس ليلى علوي، وحماتك حتشيل البيت واستفيدي انه يكون معاها مفتاح شقتك. رأيين يعني متناقضين وممكن كل واحد يكون فيه وجهة نظر. خليها تتفتش بدولابك، يعني تخيلي انت مثلا حماتك يكون معها مفتاح بيتك، تفوتي تلاقيها هي بغرفة نومك عم بتفتش بخزانتك مثلا يعني هي عم تقتحم خصوصيتك، او تكوني قاعدة بأمان الله تلاقي حدا فتح الباب ودخل مثلا. هلا هي تحتمل وجهات نظر عديده، شو رايكم؟ مفتاح بيتك مع حماتك هل مقبول او غير مقبول؟ هلا انا اذا بدي يعني نعطيكم ارائنا المتواضعه انا وناديه، ما بعرف ناديه بتحبي تشاركي رايك؟ لا بحكي باسمي. لا باسمي واسمك 100%. هلا احنا ما عم نفترض انه اذا حماتك كان معاها مفتاح بيتك انا رح تفوت تفتش بخزانتك، يعني ما في داعي نروح للاكستريم او نروح ونفترض سوء النيه، بس انا بعتقد انه كل بيت له حرمته وكل بيت له خصوصيته. يعني انت كمان اذا بدنا نقلب الايه، معقول حماتك تقبل انه انت ككنتها يكون معاكي مفتاح بيتها وامتى ما بدك تطقي الباب وتفوتي؟ يعني بفهم انه هي، انتوا بتعرفوا قد ايه احنا دائما بصحصح ضد الصوره النمطيه بين الحمايه والكنه، وبنقول دائما قد ايه في علاقات صحيه وعلاقات كثير راقيه ونبيله بين الحموات والكنه والكناين، ومرات بتكون بالفعل هاي الكنه صارت تعتبر حماتها ام ثانيه، بس كثره الاحتكاك وانعدام الخصوصيه وما يضل في مساحه امان بينك وبين حماتك، انا بفترض انه هذا الحكي بيعمل مشاكل كثيره. فما بالك يكون معها مفتاح بيتك وانت قاعده قال بامان الله هي تطق الباب وتدخل؟ لا انا بالنسبه لي الموضوع صراحه مرفوض، يعني احنا بالعاده ما بنحب انه احنا نشارك ارائنا، بس انا بالنسبه لي، وبعدين بدي احكي شغله للحمايه اللي بتطالب بمفتاح بيت ابنها، كنتك رح تصير حمايه لاولاد ابنك. مزبوط. هل انت تقبلين انه كنتك يكون معاها مفاتيح شقق اولادها او بيوت اولادها؟ ما هي رح تعاملهم تقريبا زي ما انت بتعامليها، ما هي كل الحياه عباره عن انعكاسات. صح. كيف امي عاملتني بعامل فلانه، كيف والدي عاملني بعامل، يعني هي اصلا كلها انعكاسات. فانت دائما قبل ما تعملي اي تصرف فكري باولاد ابنك. هل تقبلين انه كنتك تعمل هيك باولاد ابنك؟ جدا سهلة وبسيطة المعادلة، احسبيها براسك، قبلتي تصرفي. يعني سواء بالمسلسلات أو على أرض الواقع أحياناً أنت لازم تفكري تفكير جدي لما بدك ترتبطي بشخص معتمد مادياً اعتماد كامل على أهله. هاي النقطة كثير رئيسية، إذا جوزك معتمد مادياً على أهله لازم تتوقعي بأنه زواجكم ما رح يكون فيه استقلالية ولا خصوصية بعيدة عن أهله. صح. يعني مدام أنا كحماية، هلأ بالمسلسل باي ذا واي هي لأنها هي تملك جميع الشقق طبعا، وهي هي إلها الشقق. فأنت إذا أنا لما بدي أرتبط بشخص هو ما بيشتغل معتمد على إرث والديه، مش بس حماتك وحماكي كمان بده يتدخل بأي مدرسة بدكم تحطوا الأولاد، شو نوع القهوة اللي بدكم تشربوها، قد ايه بتصرفوا كهرباء، لأنه أنتوا ما رح تقدروا تكونوا وحدة مستقلة. أنا شخصيا مثلا ما بحب أرتبط بشخص ما عنده إنتاجية أو ما عنده استقلالية مالية. ما بقولكم يمكن حرام، الله يعين الشباب، كل الشباب اليوم بحاجة لدعم أهلهم، بس على القليلة أنا بشتغل وإلي راتبي والزوجة بتشتغل وإلها راتبها وإحنا مع بعض. هلأ احتجنا إشياء
مثلا اساسيه بالحياه، بس مش في ناس معتمدين اعتماد كامل يعني على مستوى بده يروح يشتروا خضره الاهل لازم يعرفوا. طبعا لازم يعرفوا. هلا شوفوا في مثل او في قول كتير صح، اللي هو الذي لا يملك ضربه فاسه لا يملك قرار راسه. مزبوط. شوفوا هداك اليوم في ست حكت شغله بصالون كنت انا قاعده وكتير حبيت ايش حكت. هي حمايه يعني اولادها متجوزين وعندهم اولاد وكذا، فقالت انا ما بتدخل بحياة أولادي لدرجة أني أنا ما بعرف قديش رواتبهم. شوفي أنا ما بعرف وما بهمني أعرف، المهم هم مبسوطين ومرتاحين. المهم هم مبسوطين ومرتاحين. فالاستقلالية هي حق وخصوصيتك هي حق. ما تفكروا أن إحنا هون قاعدين عم نحاول أنه يعني نثير مشاعر الحقد أو الغضب أو كذا بينك وبين حماتك. العكس تماما، أنا مؤمنة بأن هاي العلاقة يجب أن تكون علاقة صحية تشبه علاقتك بوالدتك، وهون إحنا ما عم بنبالغ. صح. ولكن ما تقبلي أنه يكون بيتك مستباح وتكون كل تفاصيلك معروفة عند أي طرف، حتى عند أمك. أنا ضد حتى إنه أمك يكون معاها مفتاح شقتك. برافو. مش بس حماتك، 100% لازم نكون عادلين ومنصفين. صح صح. وبعدين نفس الإشي اللي بينطبق، يعني مثلا إذا لنفترض في بنات بتلاقيهم كتير بيحكوا لأمهاتهم كل صغيرة وكبيرة وكل تفصيلة صارت بالعلاقة وشو حكى لي وليش قال لي وا وا وا، انت اذا بدك تعملي هيك ما تطلبي من جوزك انه ما يحكي لامه. ما هيك قصدي. طب ما هي كمان امه، ما هي كمان والدته. يا انتوا الاثنين بتحتفظوا بقدر من الكتمان ومن الخصوصيه وبتحاولوا انه تحلوا مشاكلكم وتنبسطوا بلحظاتكم الحلوه كمان لحالكم، يعني باللحظات الحلوه باللحظات المره تقدروا انكم تشاركوها مع بعض بدون اشراك المحيط. هاي بتخيل علاقه ناجحه جدا. بس اذا انت بدك تحكي لامك وهو بده يحكي لامه ما خلصنا، مصيبه. يلا مستمرين معكم بمشوارنا الصباحي صحصح برعاية أورنج وجو باترول وكابتل بانك، ومعانا أم أيهم على الاتصال. أم أيهم ما بنعرف إذا هي حماية ولا كني، هلا منشوف. هلو. ألو صباح الخير حبيبتي. صباح الفل يا حلوة. طبعا بحب أحكي لكم أحلى وردتين بالأردن، كل عام وأنتم بألف خير. يا العمر كله يا حبيبتي. وأنا متابعيتكم من 12 سنة بالضبط يا حبيبتي. إيه انتوا احلى تنتين انا بتصبح فيهم كل يوم. ما اسكاكي. انا حكيت ما يهم بس عشان النيك نيم. وانا متزوجه وعندي 3 اولاد. الله يحميهم. ومش كثير كبيره يعني عمري 34 سنه. حبيت اصبح عليك واعيد عليك واعلق على الموضوع ويا رب تتقبل رايي. تفضلي. بالنسبه لي هذا الموضوع نيفر مش مقبول ابدا. مش مقبول. وتعليقي بدي احكي لك شغله مو على الشخوص. انا ابني اذا بفتح شنطتي وبتضايق. على الخصوصية. أنا ابني إذا بفتح شنطتي بتضايق. بدي أحكي لك بس تعليق مهم على موضوع المفتاح والبيت وكذا. ممكن إحنا ما بنقدر نتدخل بنشأة البني آدم، يعني اللي حكيت لك ابني إذا بفتح شنطتي بتضايق. هلا في شخوص متعودين أو ناشئين أو يعني عندهم معتقدات خاطئة من الأساس من البداية. إحنا ما بنقدر لا نغير ولا نعمم ولا نخص. صح. في ثقافة يعني قصدي احكي لك انه كل واحد ونشأته وتربايته وكيف هو هيك بينشأ على كبر. ما بديكي تيجي تغيري شيء بمخه هيك بس مجرد ما شافك وصرتي كني او حماية. لا ما بمزح معي. وهذا يعني نبر ما لازم يكون موجود، لا مفتاح ولا حتى شنطة. المبدأ واحد. المبدأ واحد. برافو. صح. كثير حلو رأيك، كثير حلوة وجهة نظرك. حبيبتي ندوس. حبيبتي. ممكن أطلب طلب صغير؟ تفضلي. أنا من 13 سنة حابة أحكي معكم، بس إذا بقدر أحكي مع رهف أو تأخذ رقمي، يعني في موضوع هيك صار معي قبل سنة بالضبط ويعني بخصها، حابة أحكي لها إياه بشكل شخصي. أكيد. إذا بتقدر. أكيد. هلا بنان بتاخذ رقمك تحت الهواء وبحب كثير أتواصل معك. أكيد حبيبتي. وانا بحبكم التنتين وعن جد انتوا احلى حدا الواحد بتصبح فيه. يا روحي شكرا لك ام ايهم. الله. شكرا. رهوفه ام ايهم حكت شغله مهمه، النشاه بالضبط، التربيه. ما احنا ما بنقدر كمان، هي الحمايه لما تصير حمايه هي مش لانه هي لبست ثوب الحمايه فصارت بدها تتصرف تصرفات معينه، هي تصرفاتها بيست اون او مبنيه على تربيتها وتنشئتها. فهي نقطه مهمه. وفكره انه ابني ما بفتح شنطتي. طبعا. هلا شوفي مثلا في كتير اشخاص بالضبط على اللي قالته ام ايهم على موضوع الثقافه. هلا في عيال ما عندهم ثقافه شكرا، ما في ثقافه لو سمحت. صح. ما في ثقافه الابواب المغلقه. في كتير أمور، يعني مثلا موضوع الخصوصية
احنا كمان بالمجتمعات العربيه نوعا ما فيه هيك ضبابيه، في ضبابيه مش واضحه الامور، مش واضحه الامور. يعني الاخوات بيفتحوا خزاين بعض وبيلبسوا من بعض مثلا، في اخوات لا في بينهم خلينا نقول نوع من انواع الخصوصيه، فبالتالي صح كل انسان هو يعني نتاج لتنشئته ولتجاربه بالحياه، فانت دائما دوري على الناس. ليه بقول لك انت ما بتتجوزي شخص، تجوزي عائلة. دوري على الناس اللي بيشبهوكي. اسمعوا بس بدي احكي شغله يعني شوي هي irrelevant، بس تذكرت على سيره شن انه ابني ما بيفتح شنطتي. من اجمل ذكريات طفولتي، من اجمل ذكريات طفولتي لما امي تروح على مناسبه وترجع على البيت تكون ماسكة شنطتها تقعد ونتفرج عليها أنا ونوف وبيان وأحمد ونقولها شو جبتي لنا معاكي، فهي تكون مثلا من المناسبة مثلا بضيفوها شوكولاتة مثلا خدي لنوفنا، فهي تاخد 4 حبات شوكولات وتصير تقول تحطهم وإحنا نصير نختار. حبة الشوكولاتة من شنطة أمي تعادل فرحتها، فرحة أكبر إنجاز عملته بحياتي في هذه الفترة. والله العظيم فرحتي بهداك الوقت كانت لا توصف. شوكولاتة شنطة أمي من الذكريات التي ستبقى عالقة في ذاكرتي ومن أكبر الفرحات اللي عشتهم بحياتي. الله يديمك يا أمي يا حبيبتي، الله يخليها. صح 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 صح